اوكي مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. انا تابع في قراءة كتاب تعلم برمجة الكمومية، الحوسبة الكمومية باستعمال لغة البايثون وجهاز اي بي ام كوانتم اكسبيرينس كتجربة الكمومية. طيب هلا راح نكمل في البوابات المنطقية. المرة الماضية حكينا عن الايدنتيتي جيت، بوابة الايدنتيتي، بوابة الصفر وبوابة النفي النوت جيت، اوكي، او الاكس جيت. هلا نحكي عن بوابة الواي، اوكي، واي بولي جيت او باولي جيت بدك اياه. تمام. هلا بوابة الواي هي الدوران حوالين محور الواي بزاوية 180 درجة، باي راديان يعني، اوكي، باي شعاعي، اوكي، كما هو موضح. اوكي، الباي بتعرفه 3.14، تك 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 التفاصيل، ف 3.14 راديان. اوكي، ف هاي الواي اللي هي سيجما 2 بيكون عندك صفر هيك على المحاور، على ال ايه على ال ايه على المحاور هون، اوكي، على الدايجونال، اوكي، وعلى هون عندك الاي، هون معناها رقم خيالي الاي، اوكي، اللي هو اي ضرب اي بيساوي ناقص واحد، ماشي. فعندك الرقم هون اللي هو الجذر التربيعي تبع ناقص واحد. طيب هلا بقول لك هو بدور شو 180 درجة حوالين الواي. اذا بدنا ندور حوالين الواي، اذا هذا هو الفكتور بده يكون هيك، اولا نوقف من هون فكتور الصفر، فكتور موجه على صفر، واجي هيك بدي يدور حوالين الواي مش حوالين الاكس، دير بالك حوالين الواي، تمام. سو لازم تدور شو 180 درجة بوزيتيف، فاذا موجبة فاذا بدي امر ضد عكس الساعة، اوكي، ضد الساعة، عفوا، ضد عودة، يعني ضد الطريقة اللي بتمشي فيها الساعة، يعني بعكس دوران الساعة، فبصير تمر هيك، بس المهم بتمشي 180 درجة هيك، تمام، ماشي. طيب بس مع الواي طبعا مش مع الاكس، ما تتخربطش يعني، اوكي. طيب هلا في عندنا هون تروث تيبل، اللي هي كيف احنا بنقول والله صفر مع صفر، اذا بنحط او كيف التروث تيبل مثلا تبعت النط، جدول الحقيقة طبعا النفي، يعني اذا الصفر بتصير واحد، الواحد بتصير صفر، اوكي، يعني شو الادخالات ومع هالعملية المنطقية، الواو المنطقية، وبعدين شو النتيجة، هي هي جدول هذا الحقيقة، اوكي. فهدول هن النتائج. فبقول لك اذا دخل كيوبيت كانت حالتها صفر بتصير اي ضرب الواحد، اوكي، وإذا كانت واحد بصير ناقص اي بالحالة الصفر، اوكي. هلا بس انا هون مثل ما بنلاحظ انه هي، خلينا نقول هي نفسها نوت جيت للاكس جيت، بس على جهة الامجنري، على الجهة الخيالية، فهمتوا كيف؟ يعني اذا هناك عم يتعاطى بيطلع لي الاكس بيعطينا الارقام الصحيحة الحقيقية، عفوا، اوكي، هناك الواي جيت بتعطيك هو الدوران طبعا حوالين محور الواي، اللي هو بالاخر شو بصير، عم تحب تبرم حوالين الجهة الخيالية من الرقم، اوكي، يعني تعرف الاكس والواي بيعطوك الرقم الخيالي بالاخر، هذا هو الظاهر هيك، الظاهر هيك، تمام. فاذا خلينا نعمل بوابه كموميه باستعمال الكلام التالي. طيب نفس الشيء، بس شو راح نعمل نحن، نرجع على الرسم، نفس الشيء بنغير هون، نحطه بدل اكس بنحطه شو، واي، ماشي، لحظة شوي، حطها هون بالكود واي، ماشي، هي ذاتها لأنه بستعمل أنا الواي، شايف كيف؟ فراح نشغل الخلية هون،
اوكي هاي الريزلت طلع هون، هاي بعدهم الريزلت ما تغيروا. بالخير اشغل الخليه هاي طلعت هون، بشغل اي ام جي اساس تعطيني صوره هذا بتعطيك الواي، وهاي البلوش سفير اذا بدنا نطبعها ران تمام كانت حمراء صارت بنيه. لاحظ كيف صارت بنيه، طبعا الفيس ما راح يتغير. اوكي انت بتبرم حبلين الواي مش حبلين الزد ده تمام. اوكي فانت تطلع من الصفر نحو الواحد، عرفت كيف؟ ها طبيعي. وانا شوي هاي حتضيعكم شوي صغيره شوي صغيره هيك تحيركم مش ضيعكم، لانك انت من الاول الاكس كنت شو عم بتقول؟ كنت عم بتقول انه مثلا وقفنا هيك عم نبرم حوالين الاكس بس عم ننزل تحت مره واحده يعني. طيب والواي كنا واقفين هيك وعم نرجع ننزل حوالين الواي ننزل الواحد، فهي نفس الشيء الواي والاكس من النهايه نفس الشيء هن نوت جيتس، بس كل وحده كيف انت برمت. اوكي هذا الظاهر، الان شو هو الكاتب شو عم بيقول؟ لان احنا ما بنعرفش تمام. فبقول لك بوابة الواي مثل ما احنا بنشوف من النتائج بتشتغل بشكل مشابه لبوابة الاكس، على الاقل لما يكون الاوريجن يعني المصدر يعني النقطة اللي ببلش منها هون ستيت فيكتور فيكتور الحالي متجه الحالي كان بقى واقف هون على النقطة على مركز الكرة. اوكي فهو نفس الشيء بيشتغل نفس هذا. هلا قبل ما نفوت على بوابة هذا المعرض لأنه رح نحكي فيها، احنا نعطي ثلاث بوابات هالمرة. السبب انه نحن بدنا نراجع بوابة اتش او بوابة هذا المعرض قبل ما نفوت في اخر بوابة لبولي هي الزد جيت، هو احنا لانه نحن بحاجة ندخل بوابة هذا المعرض لحتى نشوف اثار بوابة زد، بوابة الارتفاع العمود اللي واقف فوق. اوكي هذا الزد اللي هيك طالع لفوق تمام، اللي طالع لوين؟ لفوق، هذا طالع هيك لفوق تمام. لازم ندخل هذا مارد قبل ما نتذكر هذا مارد هي اللي بتعمل لك سوبر بوزيشن، هي اللي بتخرب بتعمل لك زي طر نقشك بالهواء، بترمي لك الشغله بالهواء طر نقشه، عرفت كيف؟ بالمصاري هي. اوكي طيب هلا هون استعمال بوابة هذا المعرض. هلا بوابة هذا المعرض او الاتش جيت هي واحدة من البوابات الكمومية الاكثر شيوعا واكثر شيء مستعمل. اوكي هي يعني هي مش شيء انه هيك كبير يعني. اوكي لانه هي البوابة اللي هي بتحط الحالة شو اسمه الكمومية تبعية الكيوبيت في يعني شو اسمه حالة يعني كومبلكس لينير سوبر بوزيشن، يعني بحط كومبلكس يعني عدد خيالي هون بدأ بدخل، وخطي جاي العدد الخيالي عم يشتغل على طريقة خطية زي بترسم خط، وفي تراكب بدأ يعني اللي هي زي ما بعدك زي ما بعد العملة بعد بالهواء يعني وانت لما تعمل القرعة. اوكي فالقرعة لساها قرعة المصاري لساها بالهواء، هاي سوبر بوزيشن. اوكي ف يعني عم تحكي انت شو لينير كومبوزيشن ايش اسمه كومبلكس لينير سوبر بوزيشن من حالتين الاساسيات تبعون الكيوبيت. اوكي اللي هي حالة الصفر وحالة الواحد بتعرفوا تضربوهم انتو بال يعني الفا صفر زائد بيتا واحد يعني ايه اللي عم يحكي فيه. اوكي فهذا ما يؤسس للسوبر بوزيشن التراكب لكل او التطابق لكل الكيوبتات اللي هن يعني مستعملين من قبل كل المقاويين من قبل جميع الخوارزميات الكموميه. اوكي فهي يعني بترمز لها كما يلي انه هي بتجي الماتريكس هاي مضروبه بشو ب او
واحد على الجذر التربيعي تبع اثنين، يعني تضرب الواحد على الجذر تبع، يعني كيف بدي اقول لك، يعني حط الواحد على الجذر تبع التربيعي تبع اثنين محل كل واحد، محل كل رقم واحد شايفه بالمصفوفة، بس هو عامله هيك لانه اهون له يحفظها الواحد. فبتحط واحد على جذر التربيع تبع اثنين، وبتحط شو شو اسمه المصفوف اللي شايفينه قدامكم، تنساش الواحد اللي جاي من تحت على اليمين بيجي شو سالب، الواحد جاي من تحت على اليمين جاي شو سالب، الباقي كل شيء موجب، بس هو المنفرد فيه. فالاصل عشان تحفظها، اذا كنت بدك تحفظها، يعني احنا مش القصد انه تحفظ، لانه في شغلات بدك تستعملها كل يوم بالشغل، فشوي شوي بدك تبلش تتعود على انه طريقه تحفظ فيهم. اوكي، ف انه مش تحفظ بصم، يعني هذا المقصود، انه تصير تحفظ من طريق الممارسه والعاده. طيب هلا طبعا الجدول الحقيقي اللي قدامنا هون بوضح العمليه، بوضح انه العمليه بتعمل استداره او بتخلي سهم الحاله هذا متجه الحاله تبع الكيوبيت حوالين، او انه هاي العمليه بتخلي متجه الحاله يدور، شو اسمه، انه متجه الحاله تبع الكيوبيت يصير يدور حوالين الاكس اكسس، محور الاكسات ومحور الزد الارتفاع. اوكي، بحوالي شو اسمه، يعني 90 شو 90 درجه، ليش حطها 180؟ اوكي، باي على 2، ف هون حط 180، بعرفش ليش. اوكي، هو المفروض يخليها تبرم 90 درجه، باي على 2 90 درجه، بس ما بعرف شو قصده هون. يمكن قصده انه ببرمها حوالين الاكس، بعدين ببرمها حوالين الزد، ف شو اسمه بتعمل 180 درجه بالاخر، بتشوف جمع الاثنين، جمع الدبر مع برمع الاكس وبرمع على الزد. اوكي، فبرمى حوالينهم يعني مش عليهم يعني. ف هذا ما يخل، هذا الشيء راح يخلي متجه الحاله يصير في كومبلكس لينير بوزيشن تبع الصفر والواحد. اوكي، يعني حطه في مكان، في موقع يكون خطي على اعداد خياليه. اوكي، فلما اذا دخل صفر، اوكي اذا دخل صفر بصير عندك، اوكي بصير عندك هون صفر زائد واحد، طبعا كيوبتات هون الحالتين على اثنين، على الراديكال اثنين، على الجذر التربيعي تبع اثنين، وهون طبعا بتصير لانه عم تحكي عن الواحد بتصير الكومبلكس كونجكت تبعها. تمام، طيب هلا فخلينا شو اسمه يعني نتكمل ونعمل الدارة باستعمال هدول شو اسمه الخطوات. طبعا هو نفس الحكي، بس شو قال لك، بدنا نعمل هدمارت، بس كيف ترسم هدمارت لحالها، فنفس الحكي يا عمك هدمارت. اوكي، هو بالاول الكتاب كان عم يحاول فهمنا انه شو مستفيد من الكيوبيت وكل الكوانتم، هلا عم بلش نشتغل بالكوانتم شو اسمه كوانتم جيتس شوي شوي حبه حبه. فنرجع هون نحط اتش، تمام، ودخل فيها زيرو، تمام، ف راح نشغل الخليه، نشغل الريزلت، ما شو عمل، فش ران اول، في واحد لازم يكون ران اول. طيب وهاي الكيوس، هاي عفوا هاي ران، تمام، وهاي الام جي، هاي هذا مارد اشتغلت، تمام، فهي تمام. هلا هلا مفروض عندك هذا مارد تعمل برمه فيها حوالين زد، بس وين حوالين زد؟ وبعدين هاي الريزلت، شايفه كيف الريزلت تبعتك؟ اوكي، طيب شو ال 0.007؟ طيب هات نجيب الآلة الحاسبة. اوكي، هاي اثنين، اوكي، واحد تقسيم جذر تربيعي تبع اثنين، تمام، بالزاوية، عرفت شو؟ فطالعة معه
الواحد زائد زيرو جي، اوكي يعني على الرام حقيقي هون. في عنا التانية بتكون عندك الواحد كمان زائد زيرو جي، بس هي المفروض تكون ناقص كذا، تمام؟ يعني اوكي طيب، فانت لما بترسمها مفروض يكون عندي يعني عندها equal probability، لازم يكون عندها شو احتمال متساوي، فيما اذا كانت لو كانت صفر او واحد، يعني حتى عندك العملة عم ترميها وتعمل فيها قرعة، هي يا وجه الطرة او وجه النقشة او وجه الكلام او وجه الصورة، عارف شو بيطلعوا بالتساوي الاحتمال تبعهم، اوكي احتمال حدوثهم ونزلتهم على الطاولة عندك بس تهدى العملة. ف اوكي فهو هون الكيو سفير، اوكي ما بعدنا ما شغلناها، تمام؟ فبدي يطلعوا فوق تحتها، اوكي انتبه انك تشغل كل خليه بخليتها. طيب او حط الكود كله ورا بعض بخليه واحده وبيطلع، اوكي بعرفش كيف بدك تظبطها، المهم انه بدك خلايا عشان تطبع كل قيمه لواحد، تمام؟ طيب فبوابة هذا المعرض هي بوابة مميزة جدا فريدة من نوعها، اوكي ونحن راح نشوف هاي البوابة كذا مرة معنا في هذا الفصل وبالفصول اللاحقة، اوكي فخلينا نروح هلا على اخر بوابة بولي عندنا. احنا خلصنا الاكس والواي والايدنتيتي، وبعد في عندنا بولي جيت اللي هي الفيز الزد، اللي هي انك تمسك الكرة اوكي تبرمها حوالين محور الزد، زي كانك كيف بدي اقول لك، كانك انت واقف على طرف باب وبتحرك فيه هيك، هذا هو الدوران اللي عم نحكي فيه، تمام؟ كيف ما الباب بدور يعني، اوكي عم بيرسم اسطوانه او بيرسم زي كانه حوالين دائره واقف، اوكي ماشي. طيب فاذا هون بوابة زد، بوابة الفيز اكيد لازم تشوف هاي فيها اشي، اوكي وهون اعطيك الفيز وبعطيك اللون، تنساش فهون في فيها اذا تغير اللون هون اكيد يعني في صار في عندك زاوية معينة تحركت فيها، تمام؟ لانه هذا بس لجند هون، هاي زي مرجع مفتاح خريطة، اوكي فاذا تغير اللون هون لانه بعد عصفها شكل اللون هون احمر على احمر او بني او شو مكان، المهم جهة الاحمر والبني هون لساها ضوئية، اوكي فاحنا بدنا اياها صفر شيء. طيب هلا بقول لك، هلا بوابة الزد هي بيعرفوا الناس بتعرفها اكثر شيء انه بسموها بوابة الفيز، اوكي وكثير هيك بيعرفوها لانه هي بدل ما تكون عم بتدور حوالين محور الاكس اوكي والواي، انت بتكون عم بتدور حوالين ال شو اسمه يعني الخطوط الطول تبعيت فضاء هيلبرت، اوكي وبالتالي بسمى الفيز تبع فضاء هيلبرت، اوكي او مجال هيلبرت، اوكي وهذا الشيء بيرمز له بالمصفوف التالي، اوكي هي تمام ماشي. فاذا عندك زد بتساوي سيجما 3، اوكي اوكي تنساش المصفوفة هاي ناقص واحد. طيب خلينا نرجع شوي بس شوف شغلة، شوف هذا مارد شغلة بس لاحظتها. اوكي لاحظ هون، شوف الواحد هون والواحد هون، اوكي في كأنه واحد وناقص واحد، وفي عندك شو كمان كأنك جمعت عليها هون، يعني كانت هاي واحد واحد، يعني كيف بدي اياها
بس ملاحظة، بس ما بعرف قديش لها دور، بس احنا حابين نشوف بس هيك تمام، بس عشان الرياضيات. اذا هون عندك انت صايرين هيدي واحد شو اسمه صفر، لحظة شوي، هاي صفر، هيدي واحد، لحظة شوي، هيدي صفر وهيدي واحد، كأنك جامع عليها واحد هون، هون صارت صفر عشان تجمعهم، فصفر في واحد هون، في واحد هون، وفي ناقص واحد هون، اوكي، وهيدي لازم تكون، او هون صفر عفوا، ايه هون ناقص واحد خليها، هون خليها صفر، بحاول اجمع ظبطهم بطريقة بين الارقام تكون هتشوفها، بس تجمع انت المصفوفات هيك بيطلع ما بين البعض تمام، نجمع مصفوفتين هذول، هاي المصفوف المقابل للصفوف، يعني تشوف شو ممكن تعطيك هيدي الشغلة، اوكي، او شو على اتب هذا ما عرض يعني. طيب فالمهم هيك عن بوابة زد تمام، فالفكرة انه لما تدخل انت زيرو بتصير زيرو اوكي كستيتس، بس انت لما تدخل هون واحد كحالة كستيت اوكي كوضع للسهم الحالة تبع الكيوبيت اوكي، فبتكون واحد بتصير شو ناقص واحد تمام. فاذا هو بس بينفي ال كأنه عم بينفي شو اسمه الزد، كأنه عم ينفيها بس هو مش عم ينفيها تمام، هو بس عم بيحط لها إشارة ناقص اوكي. طيب فهو عم بيقول لك إذا، يعني هاي معنى الكلام، بقول لك إذا الدوران ببلش من حالة الصفر اوكي، فالحالة هون ما بتتغير، يعني الزد الإشارة ما بتغير البرمة اوكي، ما تبرمش للسهم، سهم الحالة فهمت شو؟ ولكن بعدين ولكن اذا الحالة بتبلش من الواحد، فاذا بصير في عندك ازاحة بحوالي باي، بحوالي 180 درجة اوكي لا ناقص واحد، بصير هيك يعني بتكون هيك، بتصير هيك بإزاحة هي باي تمام. هيدي شو اسمه يعني إشارة النفي اللي حطها، إشارة السالب اللي حطيت على ناقص واحد، على الواحد هون وخليتها تصير ناقص واحد، هي كتير ميزة كتير مهمة اللي أنت راح تشوفها في كتير من خوارزميات الكمومية، ركز عليها تذكرها، هي حطها ببالك هلا، تذكر إنه إشارة بوابة الزد شو بتعمل؟ بتخلي السهم الحالة ينضرب يصير لما يكون لتحت اوكي، لما يكون على الواحد اوكي شو يصير في ناقص واحد تمام، وكثير حتفيدنا في خوارزميات الكوانتم ماشي، طالما هو عم بيذكر لك كثير مهمة، اذا في اهمية لها عم بيحكي كثير من خوارزميات الكوانتم تمام، فهي ما تنساها هاي، يعني انا حاول انه من هلا اذا وصلنا على الحصص اللاحقة اوكي تكون تتذكر هذا النقطة. وطبعا احنا في كتير شغلات على علاقة بالبوابة الكمومية في الموضوع، فعشان هيك بدنا نعرف كل وحدة شو بتساوي كمان. فإذا خلينا نحط أول شيء هذا مواد أوكي إياها، وبعدين حط عليها ورا منها كمان بوابة زد أوكي، بوابة الفيز أو الدوران، وبعدين طلع النتيجة وخلينا نشوف شو بصير. فإذا هيدي هذا مارد، بعد هذا مارد حطيناها كنترول سي، حطيناها زد ماشي. هلا نشغل هون، نشغل هون، نشغل هون اتش زد. طيب هلا نشوف شو بصير. هون لازم هاي يصير عندي شيء، هون الالوان تتغير، في وحده منهم لازم تتغير، بس قلنا الزد شو بتعمل؟ ما بتغير على الصفر، بتغير على الواحد تمام؟ فإذا صارت ناقص واحد عم بيبرم بباي، يعني هون لازم تكون شو؟ تاخذ اللون على لون الباي هون
تمام على الاخضر ازرق هون شيء. اوكي شايفين كيف برم؟ ماشي. اي برم تمام. طيب مثل ما انت بتقدر تشوف في الرسم السابق انه بوابة زد بتأمن طريقة لحتى تأدي إزاحة بالدوران حوالين المحور الزد. اوكي تعمل زاوية، زاوية إزاحة، عرفت كيف؟ بالدوران حوالين، اوكي، على الكيوبيت. فما بخلي هذا الشيء بيخلي حالة الكيوبيت انها تتغير، تغير إشارتها من السالب، من الموجب للسالب، عفوا من الموجب للسالب، هيك تعطيها إشارة. اوكي فإذا أنت حابب شو اسمه تشوف هالشي بنفسك، جرب التالي. بقول لك ذكر الكود اللي احنا أنت شغلته سابقا حتى تشغل بوابة اكس، اوكي، بالقسم السابق تبع بوابة الاكس. اوكي طيب بهذاك المثال احنا بلشنا بالكيوبت، كانت بالاول شيء على الصفر فوق، كانت على الصفر، وبعدين نحن طبقنا بوابة الاكس وصارت بالحالة الواحد. تمام هلا طيب قال لك اذا دخلنا عليها زد، يعني بصير شو بالاستنتاج؟ اذا دخلت عليها البوابة الزد ورا منها شو بصير؟ يعني اذا عملتها هيك خلينا نشوف، لازم تصير هاي لون زي لون هذا اللون مرة ثانية. خلينا نشوف التكويد. اوكي هشوف إلى ناقص واحد، لازم يصير شيء معين. هاي بالكود، خلينا نشوف احنا. فهاي حطيناها هون اكس. اوكي خلينا نشغلها. طيب فقلبها، هاي النتيجة رن، اكيد هاي الاي ام جي رن، تطلع اكس زد، طلع هون شو هون؟ اكس وزد. اوكي بس ما غير اللون، تمام، اكس بعدين زد ما غير شيء. تمام طيب ايه، فانت راح تلاحظ انه كمان النتيجة هي واحد. طيب اوكي ما تغير شيء. طيب طب انا بالنسبة الي ما تغير شيء، بس لازم تصير هاي، اذا الحالة هلا تبعت الكيوبيت هي واحد، لازم تصير شو؟ ناقص واحد. وين ناقص واحد؟ ما عم شوفه. اوكي طيب طيب خلينا نشوف اذا هلا زيد سطر ثاني. اوكي now add another line after adding and include the Z gate you'll notice that the result is the same one. اوكي هلا بس انت راح تشوف انه الستيت ريزلت هي نيجاتيف. اوكي يعني انت بالكود النتيجة رح تطلع سالبة. اوكي يعني لو تطلع بالريزلت هي في ستيت هون سالبة صايرة واطرحها. اوكي هون زيرو، هون في، طيب هاي تقريبا صفر، طيب هون ناقص واحد، شايفين كيف؟ بتطلع ناقص واحد. اوكي
وهيدي صفر تقريبا، هي تقريبا صفر اوكي، وهيدي ناقص واحد. ايه مزبوط، بطلع شو النتيجة؟ انه ناقص واحد اوكي، لانه الفكتور بالناقص. فهمت شو قصدي؟ هاي هون طلع النتيجة كيف؟ تقريبا صفر، كتير قريبة للصفر. عرفت شو؟ فانت الفكتور اللي هو واحد، اللي هو حالة الواحد شو بتيجي؟ صفر بعدين واحد، الصفر فوق بالفكتور بتكتبه وتحت واحد. طيب هلا زد شو بتقول لك؟ بقول لك هو اذا عملناها زد بتصير شو؟ بتصير ناقص الفكتور، ناقص الفكتور او ستيت فكتور الواحد. شو يعني الاشاره لتحت؟ يعني بحكي انا الرسمه هون، هاي الستيت فكتور واحد صار لها اشاره اوكي. فالاشاره كيف بتعبر عنها؟ انت عندك الفكتور قلنا تبع هذا الواحد كيف تكتبه؟ كفكتور، ك مصفوفة، بتحط الصفر فوق وبتحط الواحد تحت، هيك اتفقنا. طيب لما بتضرب بناقص واحد يعني الصفر بتضل صفر، وتحت شو الواحد شو بدير؟ ناقص واحد. فإذا شو صار؟ كأنك يعني لما بترجع له لهاي بصير فيكتور بالقلب بالنيجاتيف، تمام؟ طلع على الطرف الثاني صار نيجاتيف اوكي؟ ماشي؟ يعني هون زي كأنه شو اسمه؟ ايه نيجاتيف نمبر هون، تمام؟ حتى لو في هون رام خيالي بس رايح شو بالنيجاتيف. اوكي لانه هذا الرقم هون اي ناقص 16 كثير بقرب من الصفر، فهمت شو؟ حتى لو هون رام خيالي، هذا رام كثير 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 مقرب من الصفر، فبتطلع انت شو ناقص واحد. لحظات فهو صار فيكتور لتحت، عرفت شو؟ فهو القدرة انك تصير تعمل تحط اشارة ناقص لحالة الفيكتور الحالي اوكي، هو كتير مفيد في العديد من خوارزميات الكمومية اوكي. وهذا عادة يسمى يعني هيك ركلة الفيز اوكي، الفيز كيك اوكي، واللي هي راح نشوفها في الفصل 13 اخر شيء، هذا اخر فصل من الكتاب او قبل اخر فصل اوكي، ان شاء الله نوصل له، تمام. طيب هلا خلينا ننتقل للقسم التالي اللي احنا راح نناقش فيه الفيز جيتس، بوابات اللي بتتعلق بالفيز الدوران اوكي. فانا بوابات الفيز ان احنا كلنا بنتعلم الدوران طبعا، بس عم نحكي عن بتتعلم الدوران مثل ما عملنا في بوابة زد اوكي. فبوابات الفيز هن اللي احنا بنستعملهم حتى يعني نربط نربط انه شو اسمه الحالة الواحد اوكي ب الحالة اللي هي ضارب الواحد. هون مكتوب عندك في الاكسبوننشال تبع الاي فاي، تمام؟ الفاي اظن هي زاوية الدوران اللي عاملها، والاي هي هون رقم الخيالي اوكي. هذه ما في، ما بتأثر بالمرة على شو اسمه الاحتمالية تبعية قياس انه في عندنا صفر ولا واحد اوكي، بس هي بتأثر على الفيز تبع حالة كمومية اوكي. فهذا الشيء مش يعني مش حيكون شيء مفهوم هلا لإلك، بس مجرد ما انت تتعلم عن الفيز كيك باك اوكي، والخوارزميات الاخرى اللي هي بتستعمل الفيز شيفت اذا حاط بالزاوية هاي الفيز اوكي، نحن او هي راح تصير كتير واضحة لإلك لهلا. بس اعرف عن البوابات انه بيشتغلوا على شو اسمه ازاحات بالفيز بالزاوية هاي على الكيوبيت، وفي كتير في عدد منهم اوكي. مرة جاية مكمل في الباقي ونشوفكم بعدين اوكي. السلام عليكم، باي.